سلامتكم وان شاء الله ديما فرحانين. سامحوني لما نجمتش نحضر لهم الفروحات مع مسني ان شاء الله عن قريب. ان شاء الله فرحانتكم ياسر، تعرفوا معناتها الظروف اللي مريت بها خاصه المقربين. سامحوني زيد على المقصره ياسر، نعرف الفيديوهات راني برشا فيديوهات صورتهم لكن ما نجمتش هكا ننزلهم، شويه بخل شويه ارتباطات شويه خدمه فما نجمتش، ومحواسات بتبيعه نتاع السيف. قلت انا نبداو اليوم على بركه الله في الفيديو هذايا، ومنه هكا باش نولي نهبط. وعد مني كل يوم فيديو. اي سيتي مرحبا بكم في مطبخي المتواضع مره اخرى. اليوم الفيديو نتاعنا يخص المشتريات الصيفيه، خاصه اللي تخص الماكله. مشيت على اساس راني باش نشري كيلو بطاطا على خاطر وقتها ليل ومن غدوه باش نخرجوا، قلت يزي من ماكله الشارع ومتسممات وكل شيء باش نعمل ماكله معناتها على كيفي. فتفاجات هكا برشا هكا مقتنيات حاجات هكا مغريه، فاضطريت وشريتها، ما نجمتش نشد روحي. مشيت الام جي، خذيت لقيت هذوما القراتس نتاع الكريم باتيسيغ على تونيزيان، الكريمه التونسيه الزمنيه، خذيت هذوما بتبيع باش ناخذهم هكا ولا هكا، هذوما يصلحوا ياسر معناتها الماكله السريعه والساندويتشات والكريب وكل شيء. لهنا هذايا خديته تقريبا من عزيزه، درت حاسيل في المغازات الكل، مشيت لام جي، مشيت لعزيزه، مشيت الكارفور، حاسيل من كل حاجه تنوشت هكا شويه، راني شديت روحي على الاخر. الاكتشاف هو مش اكتشاف، عندي مده طويله اللوج، ديجا تقريبا هبطتها على معناتها البوست، اللوج على فرينه الشعير. فلقيتها في ام جي، لقيتها في ام جي غاليه راهي شويه، ما 3000 واش بصراحه غاليه شويه، لكن لقيتها لازمتني. واكيد اكيد اكيد فرينه الشعير عندها برشا فوائد، ونجم نستعملوها في برشا معناتها ماكولات، او كاتبين عليها فرينه الشعير مكتوب عليها زيت البنزين، نستعملوها احنا معناتها المغرب العربي الكبير ككل، خاصة قبل في العهد الزمن الجميل. نأكد ونعاود، الزمن الجميل هو جميل ديما، خاطر احنا كي نكبروا ما عادش نتفكروا الخايب، نتفكروا كين الباهي متاع الزمن هذاك، نستحشوا الماكلة البنينة، نستحشوا الريحة البنينة، نستحشوا الضحكات اللي من القلب، نستحشوا كل حاجة مزيانة. اما مش معناتها باش نقعدوا احنا رهائن للماضي، ومعناتها في سجن الماضي الماضي اللي حتى كان يكون جميل والحاضر يكون أتعس، ليه يلزمنا نقدمه، يلزمنا نصنعه الزمن الجميل لولادنا ولاد ولادنا بإذن الله. مثلا هذا بسكوي ماجور تحفونا على الاخر على الاخر على الاخر، بالنسبة لي يعجبني على الاخر، حتى كي نبدأ في بريود كيما توا في ريجيم، قاعدة الريجيم توا تشوفوني هكا شوية لقطات راني سمنت برشا، يعجبني ياسر، نهزه معايا للبحر مع تاي مع قهوة منقذ بصراحة صراحة، وعرفتك اللي تحسه هكا نظيف ما تلصقش فيه القصة متاع الرمل. باهي قلت علاش مشيت المجازان، مشيت المجازان باش نشري البطاطا هاكم تشوفوا فيها، خاطر الوقت هكا ما عادش بكري وعندي كل شيء الا البطاطا. توا نحكي معاكم شريت البطاطا قدس قدس معناتها باش ما عادش تصير هالغلبه، خاطر تدخل المجازان باش تشري حاجه تلقى روحك تشري في حاجات. بتبيعه هذيا تروبيكو يحبوه برشا الصغار اللي عندها صغار صغيراتك الابتدائي كل شيء، راهم يحبوا التروبيكو هذاك اللي يبدا معناتها غازيفيه، هو غازوز راهو. بيه خذيت الجبونات، خذيت شويه هكا مصبرات ولو انها مش صحيه لكن لازم البحر. عندي هذيك الدجاج ما خذيتوش، هذاك الصدر نتاع الدجاج، زوز دورات نتاع الدجاج باش نطيبهم ونرحيهم ونستعملهم في الكانيلوني نتاعي. كانيلوني هذيك ماكله بتبيعها ما نهزهاش للبحر، قليل 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 اللهم تبدا هكا يعني بحر قريب، وما ثماش بحر قريب في احواز العاصمه، ولا نبداو هكا في دار كري ولا اللي هو. اليوم المشتريات اللي حفظتها اللي هي مشتريات خاصة بالصيف، ماكلة الصيف معناتها، هذاك علاش سميته مشتريات للصيف. الكخبية غذية عجبتني خذيتها 28 سنتيمتر، ولو اني معناتها حاجتي معناتها بالكخبية الكبيرة باش نعمل فيها المناوي، خاطر استغنيت على الطاجين اللي عندي هذاك لأمور صحية بحتة، خفت بصراحة. وليت خذيت الكخبية غذية غرانيت
بتبيع مش الجرانيت، اما الماركه هذه تعجبني ياسر، خذيت منها انا تو قاعده نبدل هكا في بشويه بشويه في الاسطول نتاع المطبخ، حتى لين يسهل ربي نعمل مطبخ نتاع حلم حياتي. مازلت هكا يعني وقتها انا مازلت ما استعملتهاش، ان شاء الله في الفيديو الجاي ولا اللي بعده باش نقول لكم معناتها عليها كيفاش معناتها نقذتني الكريبيير بصراحه. لنا عنا قلنا البصل والطماطم والقارص والفلفل والبطاطا، ذوما ما نجموش، والخيار ولد القمره ما نجموش نستغنيو عليه، مش جبونات، جبونات بالطبيعه ماذا بينا ناخذو كجبونات مش العربي عربي معناتها الكونسيرفي وكل شيء والتريونكل. خذيت زاده مملحات ملاحه، زوز مملحات للفلفل الاكحل وفلفل الفلفل الاكحل والملح حاشاكم باش تبدا على بورتي، معناتها عندي انا ملاحات في الدار لكن هذوكم عجبوني يبداو هكا على ظهر اليد ونهزهم معايا للبحر كيما تشوفوا. نودكم نشهيكم في كل شيء اليوم، نودكم نشهيكم في البحر، ماذا بيا كان الناس كلها هكا يعني تمشي هكا البحورات وتتنعوش بحورات تونس، العالم الكل ماذا بيا يجي تونس ويشوف البحر نتاع تونس. خساره هكا قلنا الاحواز نتاع العاصمه بحوراتها ما عادش يتعام فيها كما ينبغي. لهنا تنجموا هكا نجموا تقولوا لي شنو البحر، ما دام انا باش ننزل الفيديو هذايا قبل ما ننزل في القناه الاخرى البحر هذايا وين بالضبط، مانيش باش نقول لكم وين بالضبط، ماذا بيا تقولوا لي البلاصه بالضبط، حتى كان عرفتوا المنطقه ولا الولايه قولوا لي البلاصه وين. هو صحيح البحر هذايا راهو ماهوش محروس وغارق وراهو مخطر بالنسبه للعباد اللي ما تعرفش تعوم، حتى العباد اللي تعرف تعوم راهو مخطر، لكن مزيان ويصلح برشا للصيد خاصه معناتها الهوات، راهو في برشا حوت معناتها وقريب ياسر وما يغلبكش جمله. حاسي لو كانت بحيره ممتعه ان شاء الله في فيديوهات قادمه ننزل لكم اكلات الشاطئ. بسلامه.